السلام عليكم أصدقائي. مثل ما خبرتكم سابقاً، الفرص الاستثمارية بتكتر بسوق العقار في حالات الركود، واليوم السوق التركي في حالة ركود، لذلك الفرص الاستثمارية عم تكتر. اللي حابب يستثمر، أنا جايب لكم اليوم فرصة استثمارية لمحل تجاري مساحته 114 متر. اللي حابب يستثمر يشوف هذا الفيديو. ارتفاع السقف 7 أمتار بصير في نصية أو ميزانية، بالإضافة لوجود أبو بحجم مساحة المحل كاملة. هذا القبو مساحته كذلك ممتازة، بينفع يصير مطبخ مميز. أصدقائي، غالبية الماركات المشهورة عالمياً والإنترناشنال براندز موجودة هون، من حيث المطاعم والكافيات. بقصد مثلاً KFC، ستاربكس، برجر كينج، كريسبي كريم، جلوريا جينز، بريستو لاب، بيتزا هات، كلهم موجودين هون، بالإضافة لكثير من المحلات والماركات التركية للمفروشات، مثلاً مثل تاج، للذهب، محلات الذهب التركية موجودة، كثير متنوع السوق. لذلك يعتبر هذا المحل فرصة اليوم من ناحية البراندات والمحلات الموجودة بهذا السوق، بالإضافة لسعره.